ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأستاذ أحمد الفقي يريد التطبيق، أعطوه التطبيق. آسف جدا أستاذ. تفضل. آمين 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 آمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلوم ومعلوم الصالحين، فصل: نصاب العسل 10 افراق. شوف انا نقول بقى هنا الان، لما يقول نصاب العسل نصاب العسل 10 افراق، واجب علينا ان نقف معه. ما هي الوقفه؟ ها كيميائي ما في سعيدي ممتاز، يبقى نقول له ايش؟ هات الدليل، نريد الدليل، نريد الدليل، نريد الدليل. قال: هذا قول الزهري رحمه الله. قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: خمسة أوساق. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في المدونة خمسة أوسق صدقة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تجب في قليله وكثيره بناء على أصله في الحبوب والثمار. لأنه بيقول بأن الله جعل أن يسمى في ما سقط السماء، يبقى كل ما سقط السماء، فهو يرى على نفس الأمر أنه إيش؟ أبو حنيفة يرى في القليل والكثير فيه، فيه، وهذا الأصل أنه ليس في شيء. قال: ووجه الأول ما روي عن عمر رضي الله عنه أن ناس الله أكبر. معلش شيخنا، الحمد لله عودا حميدا أستاذ أحمد الفقي، حفظك ربي وأحسن الله عليك، ولك كل الشكر وأنت فوق الرأس توضع. علاقة كان فقد ذاكرة ورجع ثاني، فرجع يقول: أريد أعيد وأعود على طلب العلم. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله، كم يسعدنا ذلك. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. ماشي تفضل. قال: ووجه الأول ما روي عن عمر رضي الله عنه أن ناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل، وإن نجد ناسا يسرقونها. فقال عمر رضي الله عنه: إن أديتم صدقتها من كل 10 أفراق فرق حميناها لكم. قال رواه الجوزجاني. وهذا حديث ضعيف، ولو صح برضه مش دليل. ليه بقى مش دليل؟ كمان الحراسه نفسها. لا، قال أدوا زكاة، أدوا العشر، أجد ذات يوم أن منازلنا أغلبها بنيت على القبور. والنبيت لاحظ الشيخ، معلش في سؤال مهم. فترة الحب طبعا في اليمن رفع الله عنها ما هي فيه، الحكمة يمنية والعلم يماني. الله انتقم من الحسين، هؤلاء علي الله، الله علي، الله علي، هؤلاء الأخباث الأنجاس لو بقوا على ما هم فيه، لكن إيران تحركهم تحريكا تام، وهم تحت قبضة الروافض. شاع وزاع القتلى فانتشرت القبور العشوائية. جدها يقول لها أن منازلهم أغلب المنازل مبنية على القبور، وأن بيت فلان تحته قبر فلان وفلان وفلان. حكم هذا لا تمام، فصلتي. إذا علم البيت الذي تحته القبر ما يجوز بقى هنا السير على المكان اللي مقبور فيه. يعني لو قلنا في الغرفة الأولى دي، خلاص الغرفة دي لا يدخل أحد أو يتجنب، لا يسير عليه، ماشي. لكن الصلاة صلاة في الأماكن الثانية، في الغرف الثانية صحيحة، ما فيها شيء، والجلوس فيها ما فيها شيء في هذا الباب. أما إذا كان الكل كل البيت على القبور، هذا البيت لابد يهدم، لابد يهدم البيت، لأن الحق للقبر لا للبيت، ما يجوز في هذا الباب. أما إذا كان الأمر غير معروف، فقط عرف أصله لكن ما تعرف الأعيان، في هذا الباب، هذا من باب الضرورة. لكن ما عرف عينه وكان البيت كله على القبر، يهدم البيت، يهدم البيت. أما إذا كان في غرفة واحدة فقط وباقي الغرف حتى لا ينضر المسلمون، الغرفة تغلق بباب وفيها سلك أو قفل بحيث أنه لا يدخل أحد. ماشي. لا نعمل ايه؟ من باب اصلاح الامر يعني لا ما ينفع يا رجل، المسجد لو بني على القبر المسجد نفسه يهدم. طيب خلاص انتهى الموضوع، البيت يهدم. سيدي عائشة كانت بتصلي ازاي في القبر اللي يكون فيها سيدنا النبي؟ بتبعد عن مكان القبر؟ في نفس القبر. ها بتبعد عنه. طب ما كده دليل على جواز الصلاة في المكان اللي فيه؟ لا لا، لان دي هنا بقى الضرورة في هذا الباب.
الضروره ان هذا بيت عائشه، وبعدين لا يمنع ان تكون عائشه جعلت فاصله. اما واقول له يعني هم لا يمنع هذا كمال بقى ما حضرتك لو عارف بس انا عندنا محكمات تمنع. فعائشه مش هده. قال ولا تجعلوها قبورا. معلش استحملني. حاضر. نفس المساله هيقولك تعال مخصوص ولا تجعلوها قبورا. طب ما هو ما هو بعضهم قال خاصه بالنبي، نقول لا مش صحيحه، بل ممكن واحد يقبر في بيته بشرط بقى انه يغلق المكان، يعمل فاصل ساتر في هذا الباب. انا حتى يوصل هيرجع يوجع دماغنا ثاني ويقول لك ده المسجد الكبير واللي بيتجمع فيه المسلمين. ما انت بقى ما كنتش موجود، احنا قلناها حبيبي وبينا العله، وانت بقى تاخرت فتحملها انت عشان تاخرت. ايوه ممتاز ممتاز حبيبي ممتاز. إذا يعني ما الحنابلة يقولون بأن هو يعني النصاب، قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع لنا واديا. فقال عمر بن الخطاب إن أديتم صدقتها، أو فيها كيف تقول لا دليل فيها، أو صدقتها. وعندما تطلق الصدقة تطلق على إيش؟ على الزكاة. الشرط برضه سيدنا الصدقة ممكن تبقى صدقة من باب الإحسان مش باب الزكاة. صدقه احسان يعني ان انت يا عم المهم بتطلق على الزكاه، انت فاهم، بتطلق على الزكاه الواجبه. لازم تطلق على الزكاه. ايه اللي لازم؟ هو ده الاصل. اذا اطلقت تدخل على الزكاه يا عركه. اصلا ما انت اصل لغوي، الاصل في اللغه عندما تطلق بتطلق على. صدق احدكم بصاع بر. السياق حاكم، انما الصدقات للفقراء. دي بقى في الاخر قال فريضه من الله. هذا تأكيد يا عمي. تأكيد تأكيد. طيب تأكيد أنها فريضة. ما هي عموما حاجة مش هتكلم عشان ما نعملش الزعم من غير حاجة. نعملوا مشكلة على الفاضي. خلاص رد هيجنني والله بعد إذنك. فقال من كل 10 أفراق فرقا أو فرقا حميناها لكم، يعني تؤدوا زكاة حتى نحميها لكم. هو أصلا الحديث كما قلنا العمدة في ذلك حديث أبي سيار، وحديث مرسل أيضا وهو ضعيف. الحق أنه ضعيف حتى في الكلام على النصاب على الضعف. فهنا لما قلنا بالضعف هذا يبقى إذن يرجع فيها إلى ليس فيما دون 5 أواسق صدق. إذا قلنا بالزكاة فيه تفضل. الأوسق الوسق 60 صاع، والصاع مكيان حبوب وما شابه ذلك. مش العسل الدولة كام؟ 60 كيلو ولا كام؟ 600 كيلو ولا كام؟ الله يكرمك ارحمون. ده وزن مش كيل بقى، العسل بالوزن. طب ماشي انا بكلمك على المكيال، تتكلم على المكيال. هو مش وزن العسل خالص. ايوه على ما يقدرها. بابا انا قلت له عسل مفهوش زكاة. ما انا ريحت قلت له عسل مفهوش زكاة بس هو. انا برد عليهم يعني كويس. ماشي اتفضل. هل اللبن فيه زكاة؟ اللبن ليس فيه زكاة. اللبن فيه زكاة. الزوايا كلها بتزكاة. طب الزيتون بقى؟ مخلل. الزيتون أيضا ليس فيه زكاة، خلي بالك. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. تفضل. قال وهذا تقدير من عمر رضي الله عنه سيتعين المصير إليه. يتعين إن ثبت. نعم. قال إذا ثبت هذا فإن الفرق 16 رطلا في الإراضية تكون نصابه 160 رطلا. نعم على 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 التقدير بقى. نعم ما فيش فيها شيء. تفضل. وقال أحمد رحمه الله في رواية أبي داود قال الزهري في 10 أفراق فرق والفرق 16 رطلا. وقال ابن حامد الفرق 60 رطلا فيكون النصاب 600 رطل. فإنه يروى أن الخليل بن أحمد رحمه الله قال الفرق بسكان الرب مكيال ضخم من مكاييل أهل العراق. وقيل هو 120 رطلا ويحتمل أن يكون نصابه 1000 رطل. لحديث عمرو بن شعيب رحمه الله أنه كان يؤخذ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب العسل من كل 10 قرب قربة من أوسطها. وهذا أيضا ضعيف لم يصح. قال والقربة عند الإطلاق 100 رطل بدليل أن القلتين 5 قرب وهي 500 رطل. وروى سعيد رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لقومه إنه لا خير في مال لا زكاة فيه. قال فأخذت من كل 10 قرب قربة
فجئت بها عمر رضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذها فجعلها في صدقات المسلمين. قال وجه الأول قول وهذا حديث ضعيف لم يصح أيضا. قال وجه الأول قول عمر رضي الله عنه من كل 10 أفراق فرقا. قال والفرق بتحريك الراء 16 رطلا. قال أبو عبيد رحمه الله لا جناح بين الناس أعلم في أن الفرق 3 آصع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أطعم 6 مساكين فرقا من طعام. فقد بين أنه 3 آصع. لأن في رواية أخرى ذكر 3 آصع بالتصريح وهنا ذكر كم؟ ها قال فرقا نعم قال فرقا من طعام وهذه لفظة صحيحة في البخاري يستمسكون بها. لكن كل ذلك قائم على القول بأن لا القول بأن العسل فيه زكاة والعسل ليس فيه زكاة وكل هذه التقديرات حقا حتى أصلا تخمينية كلها خرص وتخمين ليس فيها شيء ثابت حتى يقال به حتى الذي جاء عن عمر كله فيه ضعف. نعم تفضل. وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء هو الفرق. قال هذا هو المشهور فينصرف الإخلاق إليه والفرق هو مكيال الضخم لا يصح حمله عليه لوجوه. أحدها أنه غير مشهور في كلامهم فلا يحمل عليه المطلق من كلامهم. قال فاعلموا رحمه الله قل فرق ولا تقل فرق. قال خداج بن زهير يأخذون الأرش في إخوتهم فرق السمن وشاة في الغنم. قال الثاني أن عمر رضي الله عنه قال من كل 10 أفراق فرق. والأفراق جمع فرق بفتح الراء وجمع الفرق بإسكان الراء فروق وفي القلة أفرق لأن ما كان على وزن فعل ساكن العين غير معتل فجمعه في القلة أفعل وفي الكثرة فعال أو فعول أفعل وهي في الكثرة فعال أو فعول. قال والثالث أن الفرق الذي هو مكيال ضخم من متاهيل أهل العراق ده لا يحمل عليه كلام عمر بحال من الأحوال وإلا ما فيش حد أصلا هيبقى عنده عسل أصلا. قال لا يحمل عليه كلام عمر رضي الله عنه وإنما يحمل كلام عمر رضي الله عنه على متأهيل أهل الحجاز لأنهم من أهل الحجاز وهو أعلم بها والمكان مكان أهل مكة. تفضل يا شيخ. لأنه بها ومن أهلها ويؤكد ما ذكرنا تفسير الزهري رحمه الله له في نصاب العسل بما قلنا والإمام أحمد رحمه الله ذكره في معرض الاحتجاج به فيدل على أنه ذهب إليه والله أعلم. نعم. ونهاية الأمر العسل ليس في زكاة على الراجح الصحيح وكل ما جاء حتى في النصاب أكثره لم يصح وهكذا لا يمكن أن يكون فيه إلزام والأصل براءة الذمة وهذه الأمور الإلزامية لابد أن يكون الدليل أوضح من شمس النار لأنه مخالف الأصل فالناقل عن الأصل لابد أن يكون قويا فإن كان الدليل ضعيفا لا يستطيع أن يزعزع الأصل. مفهوم هذا التقصير. تفضل. يعني ما بيدفعلاش مال ما هو قياسا على المشي في هذا الباب فهو الحاصل حقا كلام عجيب جدا يعني هو لكن فكر الفقهاء صراحة والنظر إلى ما بيجيبلوش سكر يمكنه يعني بيكلفها. نعم ده شوف المناحل اللي المناحل بتتكلف كثيرا جدا لا بهاء المهم تتكلف كثيرا مالا اي منحل احنا ماشيين في الزراعي سالت انا بعضهم طبعا بيكلف كثير بيكلف كثير جدا ها مش ماشي. هو زكاة العسل عموما ان هي تبقى المال نفسه يفضل معاه لحد ما يتباع والمال يقول عن ده إذا كان بيبيع ويشترى آه نعم. طيب اتفضل شيخ. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله والأرض أرضان صلح وعنوة يعني الصلح اللي هي اللي صالح أهلها عليها أن تكون فائدين ويعطون خراجها على النجزي الأرض التي فيها الصلح مرتبطة بالخراج خراجها على يساوي الجزي يساوي الجزء. أما الأرض العنوة هي الأرض التي استولى عليها بالسيف سواء العنوة أنا استولى عليها بالسيف سواء قسمها بين الغانمين أو أوقفها للمسلمين والحقيقة كما قال علماؤنا ما من أرض قسمت فتحت عنوة وقسمت قالوا إلا خيبر بقى إلا جزء من خيبر ليس كل خيبر قسمت
ولما طلب بلال من عمر بن الخطاب القسمة وقال قسمها كما قسم الزبير، قال عمرو بن العاص ذلك، قال عمرو قسمها كما قسم من سلم خيبر، قال أرجع إلى ولي الأمر. رجع العمر، عمر خلاه، فجاء بلال ومن معه قال قسمها، فعمر يقول له لا أقسمها، يعني هي أنفع للمسلمين، لأن معاذ قال له يعني هتقسمها، بعد ذلك هو يموت وارثه يموت، يبقى خيرها لواحد وأيضا تذهب عن المسلمين، لكن لو بقت المسلمين وضرب عليها الخراج في هذا الباب هيكون نفع مستمد للمسلمين. فقنع عمر بذلك وجعلها وجعل كل أراضي أرض السواد الشام والعراق جعلها وفتحت عنوة جعلها خراجين في هذا الباب. طبعا هي لها فوارق أنه حتى لو هي عنوة وأسلم أصحابها هي كما هي، الخراج فيها كما هو، لأنها أصل للمسلمين أصالة، مفهوم؟ أما إذا كانت صلحا فهي على ملك أصحابها ويؤدون عليها الخراج اللي هو يعتبر بمثابة الجزية. طب لو أسلموا سقط عنهم ذلك وملكهم بأيديهم. لكن العجيب من الكرامات لما 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 كرر وألح بلال على عمر قال اللهم اكفني بلال، مات سنة واحدة العشر، مات هو والثلاثة أو أربعة كان ستة كانوا، عمر قال اللهم اكفنهم بس ماتوا جميعا. الله يكفيني بلال وأصحابه. أنا قال كرام مش أشعر خليفة طبعا، عمر الله المستعان. تفضل شو. هنا شوف هنا بقى يدلك على أنه في المسائل الخلافية طالما رجح ولي الأمر الخلاف واجب عليك أن تنصاع، واجب عليك أن تنقاد لولي أمرك لو رجح الخلاف، إلا أن يكون عندك دليل منصوص فنقول لا لا نسمع في هذا. نعم تفضل. ثلاثة لا يرد الله عنهم منهم الإمام العادل. لا يرد الله عنهم. سيدنا كذلك المرأة زوجها لو كان طالب علم يرجح فيها الخلاف حتى لو هي عندها، يعني احنا دي بقى قهرية البيوت، هذه مشكلة كبيرة، فاهم؟ يرجح فيها الخلاف ياخد منها الخلاف. هو مشهور. نعم تفضل. المسألة يا سيدنا بالنسبة هو ولي أمرها، نعم لكن إذا كان في نص لا. تفضل. قال الإمام ابن خلدون رحمه الله وجملته أن الأرض قسمان صلح وعنوة، فأما الصلح فهو كل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون عنها خراجا معلوما، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ولهم بيعها وهبتها ورهنها لأنها ملك لهم. نعم لأنها في أيديهم وهي ملك لهم، فإذا الذي عليهم فقط هو الخراج هذا كأنه الجزية، فإذا أسلموا بقي الملك عليها، ده من باب أولى، ده كان الإسلام أقر ملكهم عليها وهم كفر، فكيف بالإسلام ولهم البيع والهبة وأيضا تسقط عنهم يسقط عنهم الخراج. قال وكذلك إن فرغلي عليكم سلام كاتب. تفضل شو. قال وكذلك إن صالحوا على أداء شيء غير موظف على الأرض، وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها كأرض المدينة وشبهها فهذه ملك لأربابها لا خراج عليها ولهم التصرف فيها كيف شاءوا. قال وأما الثاني وهو ما فتح عنوة. نعم سيدنا قال إيش؟ أرض الخراج. قلنا أرض الخراج هي أرض صلح صالح عليها كمكة مثلا، أو مكة الراجح أنها فتحت صلح لا عنوة، وإن كان خلاف فيها فقهي عريض، فهي أرض من أرض الكفرة حصل أن حصره من السلام ما استطاع أن يعني يدخل ويفتح، فصالحه ارجع ولك علينا في كل عام كذا خراجا على الأرض، فالأرض هتبقى في ملك أصحابها، في ملك اليهود أو جزء من خيبر كده في ملك أصحابها، لكن كل عام يعطون خراجا المتفق عليه، وده ريعه يعود للمسلمين، فإذا أسلموا بقت الأرض في أيديهم وسقط عنهم الخراج لأنهم صاروا إيش؟ أهل الإسلام، والجزية لا تضرب على أهل الإسلام. هذا الكلام على أرض الصلح، مش هو تكلم عن الصلح فقط، وطبعا إذا كانت ملكا في أيديهم يبقى لهم البيع والرهن وغيره. تفضل. مشكلة عندنا دلوقتي لما النبي عليه السلام كان بيفاجئ بني صلى الله عليه وسلم وأثر بينهم النساء والأولاد والأموال سابوها، وبعد ذلك لما أسلم الناس دول ورجعوا أسلم الجوارية رضي الله عنها تزوج النبي عليه الصلاة والسلام جعل محاصة
صدقات تحت نرضى وكذا. فلما أسلموا قال أيهم أحب إليه ماله أم بس دي أعتقد مش في بال المصطلق بل المصطلق قالوا خيرتنا بين المال والنساء وان نختار الذلال والنساء. فنسلم تنازل لهم عن ذلك واخبر في الناس من اراد ويكون ينتظر لنا العطاء. ها ليه؟ لا 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 هي 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 انا مع هذا. لا 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 انا في هذه. ولذلك لما قال بن المستلق صاحب السيره لبشني. هي في هذه هوازن. اعتقد هوازن وجاءت هوازن مسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم فخيرها بين المال. هوازن هذه المسائل جاءت في هوازن فخيره بن مسلم فاختاروا الذلالي. بعد ذلك امر الجميع وخيرهم قال ان يعطوهم الذلالي والمال ولهم عندنا بالسهم 10 او غير ذلك. طيب دي مساله ثانيه. هي التي تتكلم فيها الان. طب هنا الناس دي اسلمت ومع ذلك النبي عصام رد عليهم اموالهم. التانيين ما ردش عليهم اموالهم. هو مش ملزم لو قسمت. مش ملزم يعني لو قسمت خلاص راح. نعم نعم تفضل يا شيخ. شيخنا معلش خلينا قالوا وكذلك ان صالحوا على اداء شيء غير موافق على الارض. فين؟ وكذلك ان صالحوا على اداء شيء غير موافق على الارض. غير ايش؟ فين هن؟ اخر المساله شيخ. وكذلك كل ارض وكذلك ان صالحوا على اداء شيء يعني غير الارض يعني. ما هو ضارب عليهم جزية. ضارب عليهم جزية يعني. انت انا اريد بس الكلمه. انت تقصد انه بيعطي خرج من مش خرج الارض شيء اخر. ما هو جزية له ان يعطي. المساله على المصالحه. المساله على المصالحه. تفضل. الثاني قال واما الثاني وهو ما فتح عنه فهي من أجل فهي ما أجري عنها أهلها بالسيف ولم تقسم بين الغانمين. والحقيقة أنه ما في أرض قسمت إلا خيبر بس. كل أرض قسمت. مش كلها. كل أرض قسمت؟ الآن؟ لا. وقسم نصفين سيدنا النبي عليه خد 16 قسما منها فقسم بين المجاهدين والباقي أتركه. ماشي تفضل. قال فهذه تصير وقفا للمسلمين يضرب عليها خراج معنوي. عليكم السلام وبركاته. أحسن إليك. في كل عام يكون أجرا لها وتقر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها سواء كانوا مسلمين أو من أهل الجنة. يبقى إذن هذه أجرة. طيب هذه لأنها فتحت عنوة وحتى لو أسلموا هيدفعوا أيضا لأنها للمسلمين جعلها وقفا للمسلمين. نعم. الثانية أجرة والأولى هي في يد أصحابها لو أسلموا سقطت ولهم التصرف فيها. الثانية ليس لأحد التصرف فيها دي وقف للمسلمين. نعم. أما الثانية لا تسقط. الأجرة وأيضا الأولى مملكة لهم البيع والهبة وغيرها. أما الثانية وقف للمسلمين ملك للمسلمين عموما. قال ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم لأنه بمنزلة أجرتها. ولم نعلم أن شيئا مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيبر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم نصفها فصار ذلك لأهله لا خراج عليه. وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده السواد العراق مصر وغيرها لم ومصر وغيرها لم يقسم منه شيئا. فروى ابو عبيد رحمه الله في الاموال ان عمر رضي الله عنه قادما جامعه فاراد قسمه الارض بين المسلمين فقال له رضي الله عنه والله اذا لا يكونن ما تكره انك ان قسمتها اليوم صار الريع العظيم في ايدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك الى رجل الواحد. انا الورثه وانتهى الامر. وشوف هو كلام معاذ موزون جدا في هذا الباب. قال نفع العام دون نفع الخاص. نفع الخاص هيتلاشى. نفع العام يبقى ويبقى للجميع ويبقى ايضا على علم على قوه المسلمين وعز المسلمين. نعم. ثم ياتي من بعدهم قوم يسدون من الاسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا فانظر امرا يسع اولهم واخرهم. نعم. فصار عمر رضي الله عنه الى قول معاذ رضي الله عنه. رضي الله عنه. روى ايضا قال الماجشون قال بلال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما
في القرى التي افتتحوها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها. فقال عمر رضي الله عنه: لا، هذا عين المال، ولكني احبسه فيئا يجري عليهم وعلى المسلمين. فقال بلال واصحابه لعمر رضي الله عنه: اقسمها بيننا. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم اكفني بلالا وذوي رضي الله عنه. قال: فما حال الحول ومنهم عين ضبط. فهذه كرامه من كرامه لعمر بن الخطاب. وهنا ايضا ترجيح، وصحيح انه الترجيح في هذا الباب ان 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 ولي الامر اذا رجح يعني يجب على الانسان ان ياخذ بترجيح. نعم نعم، لانه يرفع الخلاف. طبعا اي خلاف؟ الخلاف الذي كان في اعمال النظر. قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرق. قال: وروى باسناده عن سفيان بن وهب الخولاني رحمه الله قال: لما افتتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر، قام الزبير رضي الله عنه فقال: يا عمرو بن العاص رضي الله عنه اقسمها. فقال عمرو رضي الله عنه: لا اقسمها. فقال الزبير رضي الله عنه: لا تقسم انها كما قسم رسول الله او كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرا. فقال عمرو: لا رضي الله عنه، لا اقسمها حتى اكتب الى امير المؤمنين. فكتب الى عمر رضي الله عنه، فكتب اليه عمر رضي الله عنه ان دعها حتى يغزو منها حبل الحبل حبل الحبل الحبل يعني بيقول له ما فيش امد، اتركها في هذا. أن دعا حتى يغزو منها حبل الحبلة. قال القاضي رحمه الله: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه قسم أرضا عنوة إلا خيبر رضي الله عنك. ونقف عند هذه، وأبشركم الزكاة قريبة الانتهاء، يعني بعد زكاة سندخل في الذهب والفضة وبعد كده الأصناف، وتنتهي الزكاة بفضل الله تعالى، مع شيقة جدا ومتعبة جدا لكنها فيها إعمال عقل كبير جدا. نفع الله بكم الأمة الإسلامية. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم. بقدر الهمم.